أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال قدس الله سره الثالث في أسنان الفرائض عرفنا أن الفريضة هي عين ضريبية تخرج على نصاب ما في الزكاة وتحديدا في زكاة الأنعام. فالسن المعتبر فيها والصفة التي ينبغي الحصول عليها فيها هي متفق عليها واصطلاحاتها لغوية عرفية يعرفها أهل الممارسة لهذا الفن اللغوي أو الفقهي. فقال: الثالث في أسنان الفرائض أصغر الفرائض في العمر تخرج عن زكاة هي بنت المخاض، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، ولا اشتباه في تعبير بعض اللغويين أو الفقهاء عن أنها ابنة السنة الثانية، وهنا يعبر أكملت الأولى ودخلت في الثانية، إذا الخلاف في التعبير وليس الخلاف في المضمون. إذا بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية وما المراد من المخاض؟ هي بنت مخاض فالمخاض مضاف إليه والمخاض هو صفة أمها والمراد من المخاض هي اللوازم للحمل اللوازم للحمل واستعملت في الكتاب العزيز فاجاءها المخاض الى جذع النخله. اذا اي امها ماخض والمخض بمعنى الحمل اذا ماخ اذا ماخض بمعنى حامل ولا يقال ماخضه ولا يقال حامله في اللغه باعتبار لا تذكير ولا تأنيث في هذا اللفظ. إذ إن مضمونه لا يكون إلا للأنثى فلا يجب تأنيثه بالعلامة قال: أي أمها ماخض بمعنى حامل. إذا الصغيرة من توابع الأم صار لها سنة ودخلت في الثانية فأمها استعدت لمخاض ثانٍ أو استعدت لولادة ثانية. قال وبنت اللبون وهي الثانية في الدرجة على الأكبر منها على الأكبر من الأولى قال هي التي لها سنتان يعني أتمت أربع وعشرين شهرا ودخلت في الثالثة تمت سنتان ويوم هذا اليوم يجزئها في تسميتها بنت لبون وينبغي الالتفات المصنف رحمه الله صحيح في مقام التمييز اللغوي التابع له التمييز الفقهي الا انه لما يعبر عنها ببنت لبون لان النص كان في ان الفريضه الثانيه هي بنت لبون والاولى بنت مخاض، فهل يجزي الذكر فيهما عنهما؟ كلام تقدم واضح؟ إذا بنت لبون وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة سر التسمية قال لأن أمها ذات لبن إذا هي بنت لبون واللبون بمعنى فعول وهو من الكثرة والمبالغة فأمها اعتادت على إعطاء اللبن فصارت لبونا والحقة بالكسر وهي التي لها ثلاث أتمت ست وثلاثين شهرا ستة وثلاثين شهرا ودخلت في السابع والثلاثين وسميت بالحقة من الاستحقاق طبعا والذكر فيها يقال له حق قال وسميت حقة باعتبار استحقت أن يطرقها الفحل أو الثاني من التعبيرين وهو الأشمل للذكر والأنثى فيهما وأن وهو أن يحمل عليها يعني صار ظهرها معدا للحمولة وهي المسمات بالحقة ويعم هذا التوصيف الذكر والأنثى في صنفها قال والجذعة وهي الرابعة. إذا بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. قال: والجذعة هي التي لها أربع. أتمت الأربع سنين ودخلت في الخامسة وتسميتها بالجذعة. قال: باعتبار أن الجذعة اسم للبعض ولا للكل وأطلقت عليها لفظة الجذعة باعتبار سنها. والمراد من السن هنا ليس السن هو العمر انما السن هو السن. وهي اعلى الاسنان المأخوذة في الزكاة. طبعا تعبيري انا هذا من باب اللطافة في العبارة، واذا الاسنان هو المقصود بها الاسنان هنا الاسنان الاعمار. اذا هو اعلى سن يؤخذ فيها. وهو ملحوظ اصلا في سن الناقه يعني في هذه في السن يعني في, في, في اسنانها في سنها في فكها فيسمى جذعه قال وهي اعلى الاسنان الماخوذه في الزكاه واكبر منها يؤخذ بالقيمه ولا يؤخذ بالفريضه لانه تقدم وياتي الاشاره انه هل يجب الالتزام بهذه الفرائض في مواردها؟ ولا المكلف بالأصل مخير في أعيان الزكوات وفرائضها في دفع القيم؟ هل هو مكلف من العين أن يدفع من العين مع وجودها وإلا فالأقرب فالأقرب ثم وصولا إلى القيمة إن لم يجد المطلوب عينا عدة من الفقهاء اجازوا ابتداءً وانتهاءً التخيير للمكلف بين ان يدفع من الاعيان او من الانصبة او ان يدفع بالقيم، وعليه يأتي الاشارة اليه انه وهي اعلى الاسنان المأخوذة ان اراد امتثالها ضريبة فريضة ضريبية مالية والا فهو جائز ان يدفع قيمتها. عندك <applause> العبارة والتبيع. لا. اكمل. والتبيع هو الذي تم له الحوض، وقيل سمي بذلك لأنه يتبع قرنه يتبع قرنه أذناه. أذن أو يتبع أمه في جيد. <applause> التبيع. هو أكثر ما يطلق على ولد البقر. وإن كان على إطلاقه يعم بالمعنى اللغوي. أما أنه في المصطلح فهو المراد به ولد البقر. وسمي بالتبيع لأنه يتبع أمه. شو يعني؟ يعني صار له من العمر ما يؤهله للرعي يعني صار مستهما للخروج الى المراعي تبعا لامه والا قبلها يكون رضيعا يحتاج الى عنايه قال والمسنه وهي الثنيه التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثه والتبيع حسب الظاهر أنه يشمل الذكر والأنثى فيه في صنفه المسنة هي خصوص البقرة الأنثى التي دخلت في السنة الثالثة بعد أن أكملت السنتين انتهى لا مطلقا بس هو بالخصوص هذان المصطلحان لخصوص البقر لأنه هذه أصلا فرائض البقر التبيع والمسنة هي من فريضة الزكاة في البقر قال ويجوز هذا عنوان عام عند المصنف رحمه الله ويجوز ان يخرج من غير جنس الفريضه بالقيمه السوقيه قال في الانعام هذا موردنا يعطف على ما تقدم فيتكون اشاره منه الى الانعام لكن سياتي منه الاشاره رحمه الله بنصه وكذا في سائر الاجناس يعني بعد قليل وكذا في سائر الاجناس اذا يجوز له ان يدفع فريضته الزكويه من غير النقدين في النقدين. يعني يدفع من العروض الماليه مطلقا ويجوز له ان يدفع في الغلات انعاما وفي الانعام مالا نقديا. هذا الراي اخذ به المصنف رحمه الله وسبقه اليه كثيرون فهو معروف بينهم وان كان الراي الاخر وجوب او فضيله الالتزام بالمنصوص وجوب او فضيله وعبر رحمه الله عنه بالفضل بقوله ومن العين افضل يعني من العين النصبيه النصبيه افضل او الافضل من هذا ان تشرح العباره تقول ومن العين يعني من العين المفروضه التي نصت الشريعه عليها افضل باعتبار انه في النصاب لا يفرق في الاسنان يعني هذا عنده مثلا خمس جمال عنده خمسه من الابل مع غض النظر عن اسنان الخمسه بيطلع عليهم فريضه جيد او سته وعشرين مثلا بيطلع عليهم فريضة في الفريضة سن أما في مكملات العدد ما في سن في صنف يقول رحمه الله من العين الزكوية المفروضة أفضل والروايات أشارت إلى الجواز ومن تمسك بالجواز أو تمسك بالعموم استدلالا على الجواز أخذ بدليل فإن الرواية صريحة في الجواز، وإن كانت الأخرى تحمل على الفضل، وبه ذكر المصنف أفتى المصنف رحمه الله. يعني الإمام عليه السلام أشار إليه أيما تيسر. لما سأله مثلا أنا أدفع عن النقدين غير النقدين، قال ما تيسر. أيما تيسر. إذا هذا تصريح بالجواز. إذا وإن كان وارد في بعض الأعيان، شوفوا، يعني إذا لما ننسأل عليه الصلاة والسلام ننسأل عن النقدين. لكن تعبير الإمام عليه السلام في هذا يوحي ويشير إلى الارتضاء الشرعي في دفع القيمة أو في دفع البدائل من أجناس أخرى عن الزكاة، وخاصة إذا لاحظنا تكريم الشريعة لصاحب الزكاة، حيث يأتي معنا بعض الإشارات إلى كيفية الاعتناء به، وأنه متفضل، وأنه يخير في العين التي يدفعها، ولا يجبر، وكان زعيمنا أبو الحسن عليه السلام، أمير المؤمنين، كان يوصي عامل الزكاة عنده أن يرفق 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 به، وأن يكرمه، وأن يحسن إليه في اللفظ، وأن لا يعنفه، وأن لا يخيفه. وأن لا يزعجه وأن لا يدخل عليه رزقه قبله وأن يخيره في الأنعام التي يريد دفعها زكاة قال واجعل الخيار له اقسم المال نصفين خيره بين هذا وبين هذا فما اختاره فهو له فأعف عنه ثم اقسم الباقي نصفين وخيره حتى يأخذ أحبهما إليه الباقي خيره قسمه نصفين ثم يختار المالك المجموعه التي يشاءها فهي احب اليه الى ان يبقى السن المطلوب فيتعين لا تعنفه لا تؤذه لا تدخل عليه رزقه قبل لا تجبره لا تلجئه الى خصو... الى واحده بالخصوص ثم سياتي ايضا بعد الاشاره الى ان الى تنحيه الشريعه عن زكاه كرائم الانعام الفحول مثلا والكبار المعدة لخصوصيات اصحابها ورعاتها من هذا وذاك يفهم الروح العام، الروح العام او الروح العام الذي يشير اليه الشرع الكريم في الاعتناء بصاحب الزكاة. فالاخذ بالتعميم في الجواز للبدائل لطيف علاوة على هذا كله يعني حتى لا يقال بأنه ضرب من الاستحسان او فإن النصوص عامه. وقال رحمه الله: ويجوز ان يخرج من غير جنس الفريضه او يخرج فيك تقول يجوز ان يخرج يعني المالك من غير جنس الفريضه بالقيمه السوقيه ومن العين افضل. وين؟ في كل الانصبه في كل الاعيان الزكويه وكذا في سائر الأجناس هذه وكذا في سائر الأجناس عطفا مش عطفا تعميما للحكم لأن المورد هنا أتى بعد الأنعام فهل في الغلات والنقدين كذلك؟ قال بلى طبعا في بالكم اللي ذكرت لكم يعني النصوص وإن وردت في بعض الأعيان الزكوية إلا أن التعميم والتعليل مش التعليل والإشارة من المعصوم عليه الصلاة والسلام كان فيها إشارة إلى مثل هذا الجواز، صح يعني اللي ورد عندنا مثلا في النقدين ورد عندنا مثلا في الحرث الحرث يعني في الأنعام، اسا ما ورد بالخصوص، عفوا الحرث يعني الغلات، نعم ما ورد عندنا بالخصوص في الأنعام لكن كما ذكرنا قال قدس الله سره. اقرا العباره عندك عفوا. والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل اقله جادا. من الضأن او ثري من المعز. وقيل ما يسمى شاة وهو الاظهر او الاول اظهر. الاول واظهر. ولا تؤخذ المريضة طيب العفو. في زكاة الأغنام على أنصبتها. هل للفريضة الزكوية سن؟ قيل نعم وحدد بالجذع وحدد بال آه بالمسن يعني من دخل في السنة الثالثة أتم سنتين لكن التعبير بالعموم محتمل بقوة فإن الروايات التي أشارت إليه قال يكفيه شات أو شات وفي الخمسه شات والشات اسم صنف خلينا نعبر عنه لغه اسم جنس اسم جنس فيشمل الذكر والانثى ويشمل الاسنان كلها يشمل الاعمار كلها نعم التحديد بالخصوص اخذ به المصنف رحمه الله واستدل عليه بقول نبوي قال فيه صلى الله عليه واله ناقلا, صح أصحاء ناقلا الصحابي عنه نهينا ان ناخذ المراضع وامرنا ان ناخذ الجذعه والثنيه يعني هذا العامل النبوي العامل من قبل المعظم صلى الله عليه واله كان يقول لاصحاب الانعام كان يقول للناس نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية لو صحت هذه الرواية النبوية لكانت صريحة لكانت صريحة وغير هذا افتقدوا الدليل ولذا كان الرأي المقابل يا أحباب معمول بمعمولا به مشهورا وهو الاكتفاء بمسمى الشات قال ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار أو العوار بالكسر العوار بالفتح أنا في في الكسر العوار هكذا المأنوس عندي يعني العوار والعوار يقينا أنه يقينا تلفظ تقال ولها نظائرها العوار بالكسر يعني الفعال والفعال موجودة قياسا والفعال ينبغي أن تصح قياسا إسا الآن غير مأنوسة السماع أو السماع عندي لأن هذا السماع والسماع هذا منها ولذا كثيرة هي هذه الأوزان التي يقال فيها بالتثليث يعني إذا أراد الضابطون لها أن يضبطوا إيقاعها اللفظي قالوا مثلثة شو يعني مثلثة يعني بالحركات الثلاث إسا على الكسر فعال وفعال بالضم مأنوسة الأسماع بلا شك ولا ريب وتفتح قياسا ينبغي أن تجوز قياسا ينبغي أن تجوز يبقى أنه بتنسمع أو ما بتنسمع هذا شيء آخر العوار العوار يعني آه محركة بالفتح خلاص معناته إذا تم النقل يعني شو نفس الشيء نفس الشيء يعني في السعال وفي الصياح واضح جيد اذا هي التثليث قياسا يصح كيف كان قال الفقهاء في هذا المورد إنه إجماعي وقال بعضهم إنه لا خلاف فيه بيننا وتصريح البعض الباقي بأنه المعروف عندنا أنها لا تؤخذ ذوات العيوب في جهة العمر الهرمة أو في جهة النحول المرضي مش الضعف النحول المرضي أو التي حل فيها عوار أو عوار اللي هو العيب من نقص أو زيادة يمنع استواءها لمثيلاتها وبالتالي هذا عيب النهي الموجود عندنا لا تؤخذ نعم إيه؟ نعم وقد يضم جيد جيد فاذا هلا صار في عندنا نص نقلي بالفتح وانا عم بعطيكم جوازان يقينا لهن بالكسر وبالضم فبصير مثلثه عم بعطيكم جوازين بالكسر وبالضم فبصير عندكم ثلاثه جيد الصادق عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح مروي عنه لا تؤخذ هرمه ولا ذات عوار او عوار الا ان يشاء المصدق أو المصدق يعني صاحب الصدقة، صاحب الزكاة. لا المصدق غلط، المصدق يعني هو المتصدق. يعني بصير المالك. أقول يا أحباب إنما يمنع من هذه ذوات النقص أو ذوات العيب طالما ان في الانصبة سليم طالما ان في الانصبة سلامة فلا تختار المريضة مع وجود السليم ولا تؤدى الفريضة في ذات العوار مع وجود السلامة أما لو كان النصاب كله او جله مرضى أو بعيوب فالمطلوب الأخذ منها فالمطلوب أخذ الفريضة منها كذا نصاب وطبعا رح يجي عندنا بعض الإشارات إليه وإن كان البعض من الفقهاء نص قائلا إن كان كامل النصاب معيبا فالفريضة منه وإن كان في النصاب سلامة ومعيب فإن المأخوذ فريضة هو السليم يعني جل لا يكفي إنما الكل هو الذي يجيز أخذ المعيوبة نفسه 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 ذات العيب أنا قصدي فيها ذات العيب مطلقا ذات العيب اللغوي قال رحمه الله وليس للساعي أكمل عبارة المراد من الساعي هو هذا المأمور بجمع الزكاة المصدق واللي قد يعبر عنه بالعشار في بعض المصطلحات اخذا من تسميه سلطانيه انه كان ياخذ الاعشار من الناس العشر ويلحظ فيه زكاه الانعام عفوا زكاه الغلات اللي كان يؤخذ منها اعشار الانصبه لو يأخذ منها العشر فإذا يعبر عنه بالساعي والعشار ويعبر عنه بالمصدق إلى آخره أو المصدق إيه؟ قال ليس للساعي التخيير يعني هو لو كان مراد بها طبعا ليس للساعي التخير نعم ايه بصور بدك أولها. يعني لو كان هكذا العبارة ليس للساعي التخير تمت على الوجهين يعني لا يتخير الساعي ايها شاء اخذ فليس الخيار له بس ليس للساعي التخيير المراد بها ليس للساعي التخيير في اختيار اي شاء انما التخيير للمالك بحق الساعي ان يقول خذ هذه ودع هذه حتى نطلع عن إشكالية العبارة قل هكذا وليس للساعي التخير إنما التخير والاختيار للمالك تمت فإن وقعت المشاحة الساعي أراد فريضة لطبعا لصالح الفقراء يعني مش تحكما وتعنفا أو تعنيفا فإن وقعت المشاحة بين المالك صاحب الحق الاصلي وبين الساعي صاحب الحق الالهي قيل يقرع قيل يقرع حتى تبقى السن التي تجب والى هذا اشارت روايه الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقرع يعني ان يقسم القطيع نصفين مباشرة ويخير المالك اي النصفين شاء له فيختار ثم يقرع الثاني نصفين فالف كان للمالك باء وقعت عليه القرعه باء تقسم الى قسمين الف وباء فيخير المالك اي النصفين شاء ثم الباقي يضرب فيه القرعه بنصفين ثم يخير المالك طبعا ويكون جامعا للصفات المطلوبه بالفريضه حتى تبقى الفريضه بعينها هذا الكلام على الفضيله او على العمل بالمروي لا باس المحقق رحمه الله مرتاه فتوى إنما فتواه ليس للساع التخير تم إذن لا يرضى من المالك أن لا يدفع الفريضة السالمة فإن دفعها فهذا اختياره بمعنى بعبارة أخرى لا يعارضه الساعي طالما أن الساعي يقبض منه مستجمعة الشرائط فليس للساعي الاختيار فبها ونعمة ممنوع أن يرفضها بطمع لغيرها أو بمعنى لآخر الخيار ليس له الخيار للمالك هذا فتوى المحقق رحمه الله أما اللواحق تأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل